كل شيء هنا لدى دخولنا إلى هذا المبنى. سنلاحظ هذا الباب، هو بالمناسبة الباب الخلفي، الباب الرئيسي من الجهة الأخرى، كلها مبنى يضم مكاتب، وهذه هي. نعم غسان تفضل، يعطيك العافية شباب. سنحاول الصعود إلى الطابق الثاني. الزجاج على الأرض، الأبواب مشرعة مكسرة، واضح بأنه شهد اشتباكات عنيفة. سنصعد إلى الطابق العلوي لنشاهد، واضح من خلال سطح هذا المبنى. هذا هو الدمار. سلمى، هل يمكن أن نستفسر منك يعني طبيعة هذا المبنى؟ هل هو مبنى حكومي كان في السابق وسيطر عليه داعش طيلة هذه الفترة؟ نعم وفاء، هو مبنى حكومي. هذا المبنى فيه مكاتب، فيه مستندات هامة خاصة بأهالي الموصل كمتابعة لبعض الشؤون القانونية والمدنية. نعم. ضوابط للسفر، الدولة الإسلامية، ولاية نينوى، مركز المعلومات. نعم. ضوابط السفر. الحديث هنا سلمى هو إشعار، واضح شعار داعش، وواضح جدا أن داعش عنون هذا المبنى مركز المعلومات. مركز المعلومات. ضوابط السفر والمقصود واضح جدا هو لضوابط الخروج من الأماكن التي يحتلها التنظيم. يكون السفر مسموحا للضرورات التالية، وخطأ لغوي في هذه المفردة للضرورات. المريض والذي عنده لجنة طبية مختومة من ديوان الصحة بأن المريض لا يمكن علاج داخل نينوى، معاملات التقاعد والتي لا يمكن إكمالها إلا في بغداد، صرف الأموال للمزارعين ويكون بموافقة ديوان الزراعة الذي يتبع داعش، خروج بعض الطلبة لإكمال الدراسات العليا موافقة دواوينهم، لا يكون الخروج إلا بنظام الكفيل. هنا المقصود بالطلبة لإكمال الدراسات، والتربية والتعليم العالي بمفهوم داعش، لأنه داعش أصلا هدم المدارس وشرد المدارس. وبالأمس كنا في الحديث ونحن في طريق العودة شاهدنا أطفال على جانب الطرقات وفاء. بسؤالي أنه هذا الجيل هو من دون مدارس يا عبد الله؟ هذا كان السؤال بكل وضوح. هذا أمر محزن ومؤسف. سنكون أمام أجيال يعني شردت، أمام أجيال تعرضت لأبشع الظروف، أطفال 5 سنوات 7 سنوات 6 سنوات ليس لديهم لا مأوى، ليس لديهم مدارس تعليم، كل هذا بوجود داعش انتهى. يعني نفهم دراسات عليا وفقا نعم عذرا عبد الله وسلمى، وفقا للفقه وشرع داعش. نعم. بالنسبة طبعا هو هنا يتحدث وفاء، المهم في هذه الورقة، المهم في هذه الأوامر التي طبعت في مركز المعلومات، وهي طبعا بمثابة توجيهات، هو طبعا تشمل من يغادر المناطق التي احتلها التنظيم وحددها بضوابط السفر، تعليمات ضوابط السفر. الأهم في كل هذه الأوامر هو الخروج بكفالة. لا يمكن لأحد من أهالي الموصل، لا يمكن لأحد من أهالي المناطق التي تقع تحت سيطرة التنظيم أن يغادرها إلا بكفيل، وذلك للتأكد من عودته، أو طبعا الكفيل سيكون رهن العقوبات التي يصدرها داعش. لا يكون الخروج من مناطق احتلال التنظيم إلا بنظام الكفيل برهن عقار أو سيارة. يحدد فترة السفر وبخلافه، أو تحدد فترة السفر وبخلافه يتم مصادرة العقار أو السيارة. لا يزيد عدد المرافقين عن 1 بالنسبة للمرضى، أي من يخرج مع المريض الذي يخرج من مناطق يحتلها التنظيم، ويمنع استحاب العوائل في السفر. أيضا نرصد إشعارات وتوجيهات لداعش وبخصوص كفالة مقابل رهن عقار أو سيارة، وهنا طبعا هو يعتمد على كليشيه مثبتة، أتعهد بعودة المسافر، وواضح أنه ترك فراغا للإسم، وفي حال عدم العودة يصادر العقار المذكور، وهذه معلومات الكفيل، اسمه ونوع الرهن
ورقم الرهن وأقرب نقطة دالة مع المستمسكات الأربعة، هي المستمسكات الرسمية للدولة العراقية، الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن وبطاقة التموين، وهنا معلومات عن المسافر ووجهته وأيضا أوراقه، تاريخ السفر وتاريخ العودة، بصمة المسافر وبصمة الكفيل. هنا أيضا يمنع إعطاء حوضيات ماء إلى الإخوة، حوضيات ماء السيارات التي يعني سيارات الحوض، سيارات نقل المياه الكبيرة. الإخوة العاملين في الدولة الدور السكنية إلا المقرات في المستشفيات والمناطق الحساسة فقط، وهذا قد يكون بحكم هذا التوجيه، حديث هذا التوجيه. الدولة الإسلامية ديوان الخدمات هيئة الماء بأمر أمير ديوان الخدمات. نعم سلم. نعم عبد الله، نتابع هذه الجولة. إذن هذه الأوراق، واضح بأنه داعش دخل إلى هنا، وليس فقط دخل، حاول أن يتمركز، حاول أن يستلم هذه النقاط، يضع يده على هذه المفارز وعلى هذه المؤسسة المدنية هنا الرسمية، وبالتالي لكي يتم السطو عليها. هذه المؤسسة في قسم منها واضح بأنه كان هناك نهب لأموال هذه المؤسسة، أصلا داعش نهب الأموال من البنوك في الموصل بمليارات الدولارات، وهذا أمر لم يعد سرا. والأهم أنه في البنوك التي دخل عليها داعش وفى، أخذ معه كل الدفاتر والسجلات التي تحتوي، لنبتعد قليلا نحن هنا في نقطة، يعني لإخفاء أي دليل على قيامه بهذا، بأخذ وسرقة هذه الملفات. سلمى، نعم سرقت هذه الملفات وفى تحديدا لكي يكون لدى داعش علم بالأسماء التي أخذت هذه القروض من المصارف، وبالتالي إذا كان هذا الشخص الذي أخذ هذا القرض من المصارف موجود في الموصل، يتم استرجاعها، إما قتله وإما استرجاعها بكل بساطة. يعني هو لكي يعلم يعني من كان يتعاطى مع هذا البنك، مع هذا المصرف، كم المبلغ الذي تم أخذه من قبل هذا المصرف، يتم البحث عن هذا الشخص بعد جمع المعلومات من خلال يعني هذا السجل الموجود أصلا يعني في المصرف والذهاب إليه، إما أن ترد هذا المبلغ. بالتالي هكذا يعني تم سرقة المصرف وسرقة الأموال التي الناس قاموا بأخذها من سلمى من البنوك. الواضح يعني